رئيس الجمهورية يؤكد أن الذكرى المزدوجة لهجمات الشمال القسنطيني ومؤتمر الصمام محطة تاريخية مشرقة في مسار ثورة نوفمبر المجيدة، في رسالة بمناسبة اليوم الوطني للمجاهد. رئيس الجمهورية يدعو إلى رص الصفوف من أجل محاربة الفساد والتصدي للمناورات السياسوية وبناء جبهة شعبية قوية لضمان استقرار الجزائر. وفي ذكرى رئيس الجمهورية يكرم من قبل المجتمع المدني والمجاهدين، واحتفالات ونشاطات عبر كامل التراب الوطني ميزتها تظاهرات ثقافية ورياضية ومعارض تاريخية وتوزيع آلاف المساكن من مختلف السياق. عشية عيد الأضحى، وزارة التجارة تسخر آلاف التجار لضمان المداومة للتموين المنتظم للمواطنين بالمنتجات وإجراءات ردعية ضد المخالفين. مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم، أهلا بكم معنا إلى تفاصيل نشرة الثامنة. تحيي الجزائر واليوم الوطني للمجاهد المخلد للذكرى المزدوجة لهجومات الشمال القسنطيني وانعقاد مؤتمر الصمام، والتي تتزامن ووقفة عرفات، حيث يؤدي حوالي 42 ألفا من حجاجنا الميامين مناسكهم في ظروف طيبة. وقبل التفصيل فيها، ورد بعث رئيس الجمهورية ببرقيات تهان، حيث هنأ رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة رئيس جمهورية باكستان الإسلامية ممنون حسين بمناسبة احتفال بلاده بالذكرى 71 لاستقلالها، مجددا له ارتياحه العميق لمستوى العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين، مؤكدا له عزمه على مواصلة ترقيتها وتعزيزها بما يخدم الشعبين الصديقين. كما هنأ رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة نظيره المجري نيوس أدار بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني، مجددا له استعداده التام للعمل سويا لتطوير علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين خدمة للمصالح المشتركة للشعبين الصديقين وتطلعاتهما. إلى الحدث التاريخي اليوم الوطني للمجاهد، حيث احتضنت ولاية تبسة الاحتفالات الرسمية والتي أشرف عليها وزير المجاهدين الطيب بازيتوني بحضور السلطات المدنية والعسكرية للولاية إلى جانب أعضاء الأسرة الثورية وشخصيات وطنية وسياسية. الاحتفالات ميزتها رسالة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة التي قرأها وزير المجاهدين، حيث عاد فيها السيد الرئيس إلى الذكرى مستشهدا ببطولات ونضالات الشعب الجزائري إبان الثورة التحريرية المظفرة وإسهامات أبناء الجزائر من الشهداء والمجاهدين من أجل تحقيق الانتصار ونيل الحرية والاستقلال. رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، وبعد أن ترحم في رسالته بالمناسبة على أرواح شهداء الثورة التحريرية، أكد ضرورة الحفاظ على مكاسب ثورة نوفمبر والمضي في استكمال ما شرعت فيه جزائر البناء والتشييد، بل يضيف رئيس الجمهورية لابد من بناء جبهة شعبية رصينة توجب على أبناء الشعب الواحد التصدي لمخاطر الأزمات الخارجية التي تحيط بنا وتهدد أمننا واستقرارنا وتطور اقتصادنا. صحيح أننا ننعم اليوم بفضائل الحرية والاستقلال وبثمرات مسار البناء والتشييد الذي انطلق فيه شعبنا الأبي منذ أكثر من 5 عقود، مسار حقق قفزة نوعية وكمية منذ العشريتين الأخيرتين، وأنتم شهود على ذلك. نعم، وأنتم شهود على ذلك في كل ربوع الوطن، من أقصى جنوبه إلى واجهته البحرية، ومن أول مشرقه إلى أقصى مغربه. غير أن الحرية والاستقلال والبناء والتشييد هي مكاسب ورهانات تتطلب التجنيد المستمر والجهد السخي وحتى التضحية من أجل الوطن. أقول هذا وأنتم تعرفون حجم التحديات التي ما تزال أمامنا في مجال تلبية جميع الحاجات الاجتماعية لشعبنا، ومن أجل بناء اقتصاد أقوى وأقل تبعية للمحروقات. أقول هذا كذلك
وأنتم شهود على الصراعات التي تزعزع يومياً عالمنا المعاصر وخاصة عالمنا العربي. وفيما يتعلق بجزائرنا الحبيبة فإن هذه الأزمات الخارجية تدور على حدودنا مثقلة بمخاطر الإرهاب المقيت وشبكات الجريمة المنظمة، وهما آفاتان لا حدود لهما اليوم. وأمام هذه التحديات وتلك المخاطر أهيب بكم بنات وأبنات وطني العزيز أن تتأسوا بمجاهدين الأمجاد وشهدائنا الأبرار، وتتجندوا لكي يستمر البناء وتسخير جميع قدرات بلادنا، ولكي ترصوا بناء جبهة قوية لضمان استقرار الجزائر وصمودها في وجه جميع المناورات الداخلية وكل التهديدات الخارجية. لقد استرجعنا الاستقرار والأمن والسكينة بعد تضحيات جسام جراء المأساة الوطنية، فعلينا أن نصون هذه المكاسب، فعلينا أن نصون هذه المكاسب لأنها الركيزة التي لا غنى عنها لاستكمال مشروعنا الاقتصادي والاجتماعي. عليكم أن تواجهوا هذه الجبهة الشعبية الصلبة العتيدة جميع المناورات السياسوية وكل المحاولات لزعزعة صفنا بتأويلات خاطئة أو بعرضة لتعاليم ديننا الحليف، وأن تواجهوا كذلك بهذه الجبهة الشعبية الصلبة العتيدة كل الآفات وعلى رأسها الفساد والمخدرات التي تنخر اقتصادنا ومجتمعنا. وفي هذا التجند الوطني أهيب بكم بنات وأبناء وطني الغالي أن تحذوا حذوة خيرة أبناء مجتمعنا، أفراد الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني، وأفراد قوات أمن بلادنا الذين يضحون يومياً بالنفس والنفيس حفاظاً على حرمة وسيادة ترابنا الوطني. والنص الكامل لرسالة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة تتابعونه مع الزميلة وهبة عمري. تفضلي وهبة. شكرا محمد، تحية لكم مشاهدينا، وإليكم الآن النص الكامل لرسالة رئيس الجمهورية. أيتها السيدات الفضليات، أيها السادة الأفاضل، في هذا اليوم التاريخي تحتفل الجزائر بيوم المجاهد عرفانا لصناع تحرير شعبنا الأبي واستقلال وطننا الغالي، وتخليدا لمحطات تاريخية مشرقة في مسار ثورة نوفمبر المجيدة. في هذه الوقفة التذكارية أتوجه بداية بالتحية الأخوية وبالتقدير الخالص لرفقاء المجاهدين والمجاهدات، متمنيا لهم جميعا دوام الصحة والعافية لكي يكونوا شاهدين على استمرار الجزائر في مسيرة البناء والتشييد. وأغتنم هذه الوقفة كذلك لأترحم على أرواح المجاهدين والمجاهدات الذين منفكوا مع الأسف يغادرون الحياة أفواجاً أفواجاً بعدما ساهموا في رفع راية الجزائر وفي إعادة بناء صرح دولتها المنيف. ولا يفوتني في هذه الفرصة أن أتوجه بالتحية الأخوية لأعضاء المنظمة الوطنية للمجاهدين رفقاء في السلاح، متمنياً لهيئتهم الموقرة المزيد من النجاح في خدمة ذاكرة ثورة نوفمبر المجيدة وفي الدفاع عن تاريخ الجزائر المكافحة. أيتها السيدات الفضليات، أيها السادة الأفاضل، يتزامن يوم 20 أوت كذلك مع ذكر أحداث تاريخية فاصلة، أولها تلك الانتفاضة التي خاضها شعبنا الأبي في الشمال القسنطيني، مؤكدا بما بذله خلالها من تضحيات أن ثورة 1 نوفمبر 1954 هي حقا ثورة شعب بأكمله، شعب عقد العزم على تحرير أرضه، شعب جسد جيش التحرير الوطني الباسل درعه الصلب من أجل كسر قيود الاستعمار. نعم سيداتي سادتي، يضيف الرئيس، كانت انتفاضة 20 أوت 1955 تلاحما مثاليا بين مجاهدين الأشاوس ومواطنين البواسل، تلاحم أرعب المستعمر الغاشم، كما كانت هذه الوثبة برهانا إضافيا على عزم شعبنا أن يدفع أغلى ثمن يبذله أو يتطلبه استرجاع حريته. لقد واجه المستعمر
هذه الوثبة الجديدة لشعبنا الأبي وتلك المعركة الشجاعة التي خاضها جيش التحرير الوطني في 20 أوت 55 بقمع وحشي لا مثيل له، قمع استخدم فيه كل أنواع الأسلحة برا وبحرا وجوا، قمع عرف لحظاته السوداء التي لا تنسى في مجزرة ملعب مدينة سكيكدا الذي شهد مذبحة جماعية لأكثر من 10,000 مدني أعزل. ولما كنا نقيم وقفة استذكارنا هذه تحت علم الجزائر المستقلة، يأبى علينا الواجب إلا أن نترحم بخشوع وإجلال على أرواح أولئك الآلاف من الجزائريات والجزائريين من الذين نالوا الشهادة في الشمال القسنطيني في ذلكم التاريخ المشهود، وندعو العلي القدير أن يتقبلهم قبولا حسنا وهم أحياء يرزقون في جنة الخلد. أيتها سيدات الفضليات، أيها السادة الأفاضل، إبان الكفاح وفي أشد ظروف ثورة نوفمبر المجيدة قررت قيادة جيش التحرير الوطني عقد مؤتمر الصمام يوم 20 أوت 56، مؤتمر جمع صفوة من قادة ثورتنا المسلحة الذين وضعوا ميثاقا رسم معالم الطريق لثورتنا حتى الانتصار، كما وضعوا تنظيما محكما لكفاحنا المسلح، وكذا هيكل سياسي دائم جاء سندا للدرع السياسي لثورة نوفمبر المظفرة، أعني جبهة التحرير الوطني. نعم، لقد سمح التنظيم العسكري الذي أقره مؤتمر الصمام بإعطاء نفس جديد وقوي لجيش التحرير الوطني الذي عزز وجوده ميدانيا وشدد ضراوة وطأته على الجيش الاستعماري. لقد أرغم جيش التحرير الوطني الباسل المدعم بشعب برمته بما فيه جاليته في الخارج، أرغم الجيش الاستعماري الآثم على إرسال القوات تلو القوات إلى بلادنا لضمان استمرار بقائه فيها بمسعى يائس كان مآله الحتمي الفشل والهزيمة. هو ما وقع حقا بانتزاع ثورتنا استقلال الجزائر الذي افتداه 1.5 مليون شهيد بأرواحهم الزكية الطاهرة. وبعد تحمل دمار وحشي شامل تمثلت نقطته السوداء الأخيرة فيما سمي بالجيش السري للمعمرين المتعنتين الحقودين الذين صبوا جام حقدهم على المدنيين دون تمييز بين كبير وصغير ولا بين رجل أو امرأة. أيتها السيدات الفضليات، أيها السادة الأفاضل، صحيح أننا ننعم اليوم بفضائل الحرية والاستقلال وبثمرات مسار البناء والتشييد الذي انطلق فيه شعبنا الأبي منذ أكثر من 5 عقود، مسار حقق قفزة نوعية وكمية منذ العسريتين الأخيرتين، وأنتم شهود على ذلك يقول الرئيس، وفي كل ربوع الوطن من أقصى جنوبه إلى واجهته البحرية ومن أول مشرقه إلى أقصى مغربه، غير أن الحرية والاستقلال والبناء والتشييد هي مكاسب ورهانات تتطلب التجنيد المستمر والجهد السخي وحتى التضحية من أجل الوطن. أقول هذا وأنتم تعرفون حجم التحديات التي ما تزال أمامنا في مجال تلبية جميع الحاجيات الاجتماعية لشعبنا، ومن أجل بناء اقتصاد أقوى وأقل تبعية للمحروقات. أقول هذا يواصل الرئيس كذلك، وأنتم شهود على الصراعات التي تزعزع يوميا عالمنا المعاصر وخاصة عالمنا العربي، وتهضم حقوق الشعوب الاقتصادية في معظم المجالات. نعم، إن حق الحرية والاستقلال وكذا حق الشعوب في العيش في كنفي الاستقرار والهناء أصبح مع الأسف أمرا مفقودا في العالم العربي جراء النزاعات والأزمات الموهنة لقدراتنا، النزاعات التي تبعدنا عن الواجب المقدس، واجب تحرير فلسطين، تحرير أولى قبلتينا وثالث حرمينا. وفيما يتعلق بجزائرنا الحبيبة، فإن هذه الأزمات الخارجية تدور على حدودنا مثقلة بمخاطر الإرهاب المقيت وشبكات الجريمة المنظمة، وهما آفتان لا حدود لهما اليوم. وأمام هذه التحديات وتلك المخاطر أهيب بكم أبناء
وبنات وطننا العزيز أن تتأسوا بمجاهدين الأمجاد وشهدائنا الأبرار، وتتجندوا لكي يستمر البناء والتسخير جميع قدرات بلادنا لكي ترضوا أو ترصوا بناء جبهة شعبي أو ترسو بناء جبهة شعبية قوية لضمان استقرار الجزائر وصمودها في وجه جميع المناورات الداخلية وكل التهديدات الخارجية. لقد استرجعنا الاستقرار والأمن والسكينة بعد تضحيات جسام جراء المأساة الوطنية، فعلينا أن نصون هذه المكاسب لأنها الركيزة التي لا غنى عنها لاستكمال مشروعنا الاقتصادي والاجتماعي. عليكم أن تواجهوا، يقول والرئيس، بهذه الجبهة الشعبية الصلبة العتيدة جميع المناورات السياسوية وكل المحاولات لزعزعة ضعفنا أو صفنا بتأويلات خاطئة أو بعرضة لتعاليم ديننا الحنيف، وأن تواجهوا كذلك بهذه الجبهة الشعبية الصلبة العتيدة كل الآفات وعلى رأسها الفساد والمخدرات التي تنخر اقتصادنا ومجتمعنا. وفي هذا الصدد أو في هذا التجند الوطني أهيب بكم بناتي وأبنائي وطني الغالي أن تحذوا حذو خيرة أبناء مجتمعنا أفراد الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني وأفراد قوات أمن بلادنا الذين يضحون يوميا بالنفس والنفيس حفاظا على حرمة وسيادة ترابنا الوطني وحفاظا على أمن وسلامة شعبنا وممتلكاته. وبهذه المناسبة التذكارية أرفع باسمكم جميعا وباسمي الخاص تحية التقدير والإكبار لأفراد الجيش الوطني الشعبي وأفراد قوات الأمن، وأترحم باسمكم وباسمي الخاص بخشوع وإجلال على أرواح رجال الواجب الوطني الذين ما زالوا يجودون بأرواحهم من أجل محاربة بقايا الإرهاب المقيت الآثم حتى القضاء عليه نهائيا بعون الله. أيتها السيدات الفضليات، أيها السادة الأفاضل، وأنا أتوجه إليكم بهذه الرسالة عشية عيد الأضحى المبارك، أتمنى لجميع أبناء شعبنا في الجزائر وفي ديار الغربة عيدا سعيدا في كنف الخشوع والتضامن والفرحة، كما أتمنى حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا لجميع حجاجنا الميامين، متمنيا لهم أداء هذه الفريضة المقدسة في أحسن الظروف وعودة ميمونة إلى ديارهم. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، تحيا الجزائر، يختم رئيس الجمهورية. بدور مشاهدينا أتمنى لكم عيد سعيد، كل عام والشعب الجزائري بألف خير. شكرا على المتابعة، عودة إليك محمد. شكرا لك وهيبة. وبالمناسبة تم تكريم رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة من قبل ممثلي المجتمع المدني لولاية تبسة نظير ما يقدمه من أجل أمن واستقرار الجزائر. وكذلك يشرفني أن نبلغ خليفة خامنئي. الاحتفالات الرسمية بتبسة تخللتها العديد من الأنشطة الثقافية، حيث وقف وزير المجاهدين بمقبرة الشهداء وقفة ترحمية على أرواح شهداء الثورة التحريرية المجيدة، كما أشرف على ندوة تاريخية استعرضت أهم المحطات النضالية للشعب الجزائري. محمد زمولي. الاحتفال الرسمي بعيد النصر الذكرى المزدوجة 20 أوت 1955، 20 أوت 1956، عرف وقفة ترحم من أفراد العائلة الثورية وقراءة فاتحة الكتاب على أرواح شهدائنا الأبرار. كما ميز الذكرى إشراف الطيب زيتوني وزير المجاهدين على انطلاق الندوة التاريخية التي كان محورها هجمات الشمال القسنطيني ومؤتمر الصومام المعلمان البارزان، وذلك بمشاركة دكاترة وباحثين من جامعة العرب التبسي. بأن ما يقع في الجزائر هو ثورة فعلية وليست أعمال شغب كما تدعي فرنسا، والدليل على ذلك هو عرض وجدولة القضية الجزائرية في دورة 20 سبتمبر 1955 بهيئة الأمم المتحدة. فنجد أن مؤتمر الصومام بالفعل يمثل بداية انطلاق دولة المؤسسات خلال الثورة الجزائرية، بعد أن كانت إلا لجنة الستة في مواجهة الاستعمار عن طريق العمليات العسكرية والفدائية والهجمات ضد المراكز الاستعمارية.
الاحتفالية كانت فرصة لتكريم عدد من المجاهدين الجزائريين كعائلة المرحوم العربي قتال بطل من أبطال الولاية الأولى، والمجاهد مؤمن أحمد ذي الأصول التونسية. مؤمن أحمد عضو جيش التحرير الوطني الذي ناضل بجانب أشقائه الجزائريين. وإحياء لذكرى أشرف وزير الشؤون الخارجية عبد القادر المسهل على مراسم الاحتفال التي تميزت برفع العلم الوطني بمقر الوزارة، كما قرأت فاتحة الكتاب على أرواح الشهداء الأبرار ووضع إكليل من الزهور عند النصب التذكاري، كما تم التذكير بالدور الكبير الذي أدته الدبلوماسية الجزائرية إبان ثورة التحرير ونقل القضية الجزائرية للأمم المتحدة. الحفل حضره إطارات من وزارة الشؤون الخارجية ومجاهدون متقاعدون. وفي الذكرى احتفالات ونشاطات عبر كامل التراب الوطني ميزتها وقفات ترحمية وتظاهرات ثقافية ومعارض تاريخية، فضلا عن تدشين منشآت ذات طابع اجتماعي واقتصادي ورياضي. أمال مرير. احتضنت اليوم ولاية الوطن بالاحتفالات المخلدة لليوم الوطني للمجاهد، حيث أحيت ولاية البليدة المناسبة برفع العلم الوطني وقراءة فاتحة الكتاب ترحما على أرواح الشهداء بحضور وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي. المناسبة كانت فرصة لتدشين قاعة علاج بشطية بولاية شلف وتسليم مقررات استفادة ل 835 وحدة سكنية من مختلف السياق. كما احتضنت دائرة بطيوة بولاية وهران الذكرى بحضور السلطات المحلية والأسرة الثورية، حيث تم رفع العلم الوطني ووضع إكليل من الزهور وقراءة فاتحة الكتاب ترحما على أرواح الشهداء. وتخللت الاحتفالات عدة نشاطات بولاية تمنراست كتزويد بعض الأحياء بالغاز الطبيعي وتكريم أسر بعض شهداء المنطقة. أحيت السلطات المحلية والأسرة الثورية بالعاصمة المناسبة بزيارة مقبرة الشهداء بالكاليتوس للترحم على أرواح الشهداء وإطلاق أسماء الشهداء على عدد من المرافق ببلدية هراوة. وإحياء للذكرى دائما تميزت الاحتفالات بولاية بشار بالوقفة الترحمية على أرواح الشهداء وتنظيم عدة نشاطات ثقافية ورياضية. كما نظمت هذا العام الاحتفالات بسيدي خويلد بولاية ورقلة، فبعد الوقفة الترحمية على أرواح الشهداء تم تدشين ملعب رياضي جواري ببلدية سيدي حاسي بن عبد الله. وأحيت ولاية أدرار بدورها المناسبة بتنظيم معرض بدار الثقافة وعرض شريط وثائقي حول كرونولوجيا الأحداث للذكرى المزدوجة. وتميزت الاحتفالات بولاية إليزي بوقفة ترحمية على أرواح الشهداء وتكريم عدد من مجاهدي منطقة تاسيلي ناجر. واحتضنت دائرة عسلة بولاية عامة ذكرى اليوم الوطني للمجاهد بالوقوف عند بعض المشاريع والإنجازات، منها مشروع تهدئة وادي عسلة وتوزيع مقررات استفادة من السكن الريفي وتكريم بعض المجاهدين والفائزين بالدورة الرياضية التي أقيمت بالمناسبة. ولاية غردايا أحيت الذكرى بتنظيم معرض تاريخي بالمناسبة ومعاينة عدد من المرافق الخدماتية، أما المناسبة بالوادي فكانت فرصة لتسليم مفاتيح سكنات للمستفيدين بعد تنظيم تظاهرات احتفالية. وأحيت ولاية المدية المناسبة برفع العلم الوطني وقراءة فاتحة الكتاب ترحما على أرواح الشهداء. كما أعيد دفن رفات 9 شهداء بمقبرة سيدي علي بمستغانم وقراءة فاتحة الكتاب على أرواحهم الطاهرة. وتخليدا لمآثر الشهداء وتطبيقا لقرار القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، أشرف اليوم قائد المدرسة التطبيقية للدفاع المضاد للطيران العميد أبو عزيز حفيظ نيابة عن قائد الناحية الرابعة على مراسم تسمية مقر الفوج 21 لصواريخ أرجو بالأغواط باسم الشهيد مدى عطية، وهذا بحضور إطارة عسكرية ومجاهدين. وبالمناسبة تم تكريم عائلة الشهيد.
كما تم أمس بدار الثقافة مولود معمري بتيزي وزو تكريم عدد من المجاهدين وقدماء الرياضيين والفنانين من قبل جمعية القبائل الرياضية والثقافية، وهذا بحضور العديد من فعاليات المجتمع المدني والسلطات الولائية ورئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية مصطفى براف. وبالمناسبة تم تكريم رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بجائزة القبائل للسلم نظير جهوده في إرساء الاستقرار والأمن وما تحقق من مكاسب. وتخليدا للحدث التاريخي دائما، نظم المجاهد شيخ الشروقي معرضا للصور الفوتوغرافية توثق لحقبة حاسمة من ثورتنا المجيدة. المتحف المتنقل أقيم هذه المرة بمكتبة بلدية سيدي عيش ببجاية. راشدة حداد زارت المعرض وعادت بالتالية. الموعد أراده المجاهد سيشروقي ملتقا يجمعه برفقاء الدرب ليستذكر حلقات من كفاح طويل الأمد ونضال شعب ضد فرنسا الاستعمارية. سينو الناس نسني دار في قنقص قسم الله قلق كومباني دريجون قاد ديون ورقزي قلان صاريح ديون ورقزي تحيب بين تاريخي تحيب بين أي نقزرة أثيكتب أي نقزرة أثيكتب الزاعين سيطان بارو دار زمر غدينير يصورر للمجاهدين يسعان للسوفنير دو لستوار دالجيري أتشكره في البيبليوتيك أيام يعني لك أيام يعني في التمونيج يعني لك أيام في الفوتوم أيام. هي صور تروي قصصا لأبطال سجلوا التاريخ بدمائهم الزاكيات الطاهرات. نكون الحرب أعلى والسلاح نوني فان أتحار بنص القراية أتحار بنص الكولتور أتحار بنص الخدمة. سيشروقي يعمد منذ عام 92 على التنقل بين القرى والمدن لعرض أزيد من 3000 صورة، كثيرة منها التقطها بعدسته منذ 50 عاما. الرسالة لهم من توهم لهذا الشباب يحتفظوا بالأثار الثورة الجزائرية ويحتفظوا بالاستقلال والحرية للجزائر. الصور تخلد أمجاد ثورتنا وتساهم في كتابة تاريخها. رحم الله شهداء الجزائر. بسفارة الهند بالجزائر وباسم رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وقع اليوم الوزير الأول أحمد يحيى على سجل التعازي إثر وفاة الوزير الأول الهندي الأسبق أتل بيهاري فاجباي الذي يعد من الأوائل الذين تركوا بصماتهم في تاريخ العلاقات الثنائية الجزائرية الهندية خلال قيامه إلى جانب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بالتوقيع على بيان الشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين بنيودلهي بمناسبة زيارة الرئيس السيد عبد العزيز بوتفليقة إلى جمهورية الهند في جونفي 2001. وفي يوم المجاهد وعشية عيد الأضحى وزعت بعنابة مساكن بمختلف الصيغ على أكثر من 2500 مستفيد سيما من الأسرة الثورية. السعيد بالونيسة. بحصة قوامها أكثر من 2500 سكن وبمختلف الصيغ السكنية أقيم بعنابة حفل تسليم شهادات ومفاتيح الاستفادة على مستحقها. في إطار تجسيد برنامج فخامة رئيس الجمهورية تم توزيع اليوم 2503 سكن بجميع السياغ والأنماط، وهذه مناسبة نقول إن شاء الله هذه السنة بامتياز إن شاء الله من نهاية السنة 2018 نوزع أكثر من 13000 سكن بمختلف السياغ. المستفيدون خاصة من صيغة الاجتماعي وبعد طول انتظار رأوا في ذلك تحقيقا لأحلامهم. 23 أوت 1999 والحمد لله أخيرا فرج ربي. استنيت مدة 20 سنة وأنا في الحي لسيتي تعبنا والحمد لله لك الفضل يا ربي. المهم فرج علينا ربي الحمد لله، ربي قدرنا ربي ولادنا فيها بالسترة والحمد لله. الولاية ستعرف عمليات توزيع بحر هذا العام بالنظر للبرنامج السكني الذي استفادت منه، حيث أعلنت عنابة سنة 2018 سنة قطاع السكن. والمناسبة بولاية عين تيموشنت كانت أيضا فرصة لمنح 423 عائلة لمفاتيح وقرارات الاستفادة من مساكن ذات طابع عمومي إيجاري. بالمهدي بالمهلا.
برنامج سكني جاهز بلغ أكثر من 423 وحدة سكنية، أقيم من خلاله حفل احتضنته بلدية سيدي الصافي بولاية عين تيمشنت، والذي يتزامن مع استقبال بهجة الأعياد بالبلاد. أنا فرحان كاع قبل يوم لأن الملفات نتاعنا كمواطن جزائري من شعبة اللحم ولاية عين تيمشنت، واستفدنا يعني من هذه المفاتيح، والفضل كذلك يعود للمولى سبحانه وتعالى، والفضل كذلك يعود للرئيس الجمهورية. الحمد لله ربي فتح علينا في هذه الساعة، ونشكر فخامة الرئيس سي عبد العزيز بوتفليقة. السكنات الجديدة ذات الطابع العمومي الإيجاري تتشكل من ثلاث غرف. قمنا بتوزيع ما أكثر من 430 سكن اجتماعي إيجاري يمس عدة بلديات، وهذه السكنات ستضمن للمواطن العيش الكريم، مربوطة بجميع الشبكات، المياه الصالحة للشرب، مياه الصرف الصحي، الكهرباء، الغاز، وهناك برامج أخرى تخص جميع الصيغ سواء التلقوي المدعم أو السكنات الريفية، هي في طور الإنجاز وستقسم في جميع المناسبات. ويتضمن البرنامج السكني إعانات للبناء الريفي يمس مجموع بلديات ولاية عين تيمشنت. إلى البقاع المقدسة، حيث أدت اليوم وفود الحجيج ببيت الله الحرام أعظم المناسك بالوقوف على صعيد عرفات الطاهر، مفعمين بأجواء إيمانية يغمرها الخشوع والسكينة. من بينهم 42 ألف حاج وحاجة من الجزائر أدوا وقفتهم بعرفة في أجواء إيمانية مهيبة، سائلين المولى عز وجل الغفران وداعين للوطن بالاستقرار والرقي. ومع غروب شمس هذا اليوم المبارك بدأت جموع الحجيج نفرتها إلى مزدلفة، يحطون بها الرحال، يجمعون الحصيات، وليتوجهوا إلى منى في اليوم العاشر من ذي الحجة، يوم عيد الأضحى، لرمي الجمرات ونحر الهدي. ويبقى بعدها الحجاج أيام التشريق في منى لرمي الجمرات الصغرى والوسطى والكبرى. فحج مبرور وذنب مغفور لحجاجنا الميامين. ومع كل مناسبة يجد المواطن صعوبة في اقتناء بعض الضروريات من المواد الاستهلاكية كالخبز والحليب مثلا، وعليه سخرت مديرية التجارة لولاية الجزائر 190 عون مراقبة لضمان مداومة أمثل أيام العيد. روبورتاج أحمد ياسين نقاش. هكذا هي شوارع العاصمة يومي العيد وحتى أياما بعد العيد، محلات مغلقة وحركة تجارية محتشمة إن لم نقل منعدمة. ولتفادي النقص في التموين والخدمات اتخذت مديرية التجارة لولاية الجزائر بعض الإجراءات. من خلال مهام لك أعوان لرقابة الاقتصادية وقمع الغش. نعم. جينا نسلموا لك محضر التبليغ. نعم. ضمان المداومة يومي عطلة العيد الأضحى المبارك إن شاء الله. بإذن الله. وتانيك يعني كما على بالك كان قانون جديد صدر مؤخرا على بالي 13.08 لي يجبركم ويلزمكم انتم كتجار بضمان يعني استئناف نشاطكم مباشره بعد عطله العيد. أكثر من 5000 تاجر مجبرون على الالتزام بالمداومة يومي العيد، منهم 513 مخبزة من أصل 661 مخبزة، وحوالي 2500 تاجر خضر وفواكه ومواد غذائية عامة، إضافة إلى أزيد من 2000 تاجر في قطاع الخدمات كالمقاهي والمطاعم. تم الاتفاق مع المساحات الكبرى المتواجدة في شرق ولاية الجزائر على أنهم يفتحوا المحلات لافاي نتاع العيد، يبقوا فاتحين إلى غاية الساعة 12 مع ضمان خدمة إنتاج الخبز وتوزيع المواد بصفة منتظمة. فيه اللي راح يفتح اليوم الأول، وفيه اللي راح يفتح ابتداء مباشرة من اليوم الثاني. لفتح نقاط بيع متنقلة في الأحياء الشعبية ستمون من طريق خبز يعني ذو جودة عالية وبأسعار معقولة. وفيما يخص إعادة بعث النشاط التجاري بعد انقضاء العيد، فسيتم اتخاذ إجراءات رضعية للمخالفين. فيه عقوبات صارمة تتمثل أولا في غرامات مالية تصل إلى 200,000 دينار وحتى إلى غلق المحل التجاري. ويبقى الالتزام بالمداومة وكذا إعادة بعث النشاط التجاري بعد العيد تصرفا حضاريا وتحسينا للخدمة العمومية. وتحذيرا ليوم النحر، تتواصل حملات التحسيس والتوعية بمخاطر الكيس المائي على صحة الإنسان من خلال تناول الأعضاء المصابة به، ما يؤدي إلى عواقب وخيمة. خليد حاجي للي.
تعتبر الإصابة بالكيس المائي من بين الأمراض الطفيلية الخطيرة والمتنقلة عن طريق الحيوانات، لا سيما أضحية العيد، وهو ما تثبته الإحصاءات الأخيرة. 300 ك par rapport à une population de 40 millions, c'est pas beaucoup parce que ça vous donne pratiquement une incidence de 0,86, même pas 1 cas pour 100 000 habitants. الاستعانة بالمصالح البيطرية للتأكد من سلامة الأضحية وصحة الأحشاء أثناء النحر، خصوصا الكبد والرئة الأكثر تعرضا لهذه الطفيليات، هو أكثر ما تنصح به المصالح البيطرية. يذبحوا في المنازل ولا كيكون عندهم ان دوت ولا شك ولا ارتيام، يشوفوا مع البيطري اللي هو ابيليتي باش يعرف اسكو سي ان كيستيناتيك فريمون ولا ان اوتر بارازيت اللي ما عندوش نفس لا غرافيتي ولا الامباكت سور لا سانتي بوبليك. وبالرغم من ان الاصابه بالكيس المائي تعد من بين الامراض الخطيره ذات التصريح الاجباري، الا ان اهل الاختصاص يرون ان الحالات المصرح بها لا تعكس واقع انتشار المرض الذي يستأصل في الغالب بالجراحه. Actuellement quand on fait le diagnostic actuellement par les examens radiologiques, l'échographie, le scanner, surtout l'échographie, on voit une masse kystique au niveau du foie, surtout dans zone d'endémie, c'est la fréquence la plus grande d'avoir c'est un kyste statique. Ça peut être autre chose. Mais il y a certains éléments au niveau du kyste qui permettent de dire c'est un kyste statique parce qu'un des cas des kystes, il grossit. Et ce qu'il y a autour du kyste, c'est comprimé. Ça devient une zone fibreuse. Mais pour confirmer la nature hydatique, on est obligé de faire des examens immunologiques. Et c'est ça qui donne, avant l'intervention, le diagnostic de kyste statique. أما الوقاية منه فلا تنحصر على مواسمنا وأعيادنا الدينية، فيجب لحملات التحسيس أن تكون على مدار السنة مع إشراك كل القطاعات من أجل الحصول على معطيات دقيقة تقي المواطن من خطر الإصابة وتحافظ على صحة الثروة الحيوانية والخزينة العمومية. وتنفيذا لمخطط وزارة الصناعة والمناجم لإنعاش مستودعات المؤسسات الناشطة في جمع الجلود وتحويلها، ستعمل فرق خاصة يوم العيد باسترجاع جلود الأضاحي وتوجيهها إلى المصانع لاستحداث مداخيل جديدة للبلديات. عمر ينهاري. تدابير اتخذتها الدولة لخلق مداخيل إضافية وإنعاش الاقتصاد الوطني والحفاظ على البيئة، أهمها جمع جلود الأضاحي في أمكنة مخصصة. وين راه يتوجه المواطنين باش هاد لاتوازون يديروا فيها الملح، يلاوها ويديروها في ان ساشي ويحطوها عند الديار تاعهم ولا في هاد الاماكن اللي راهي مخصصه لهاد الحمى. وتقربنا من المواطنين وفهمناهم على الاهميه تاع جمع الجلود تاع الاضحيه العيد الكبير. وهاد الجلود في كل البلدية خصصنا نقاط لقاء المواطنين يحطوا فيها. ديل هي واحدة من بلديات ولاية وهران التي أطلقت هذه المبادرة عن طريق المساجد ولجان الحي. الإنسان عندما يتصدق بشاة لا يتصدق باللحم فقط، حتى الصوف، لأن عندما سئل رسول الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله ما لنا من الأضحية، قال بكل شعرة حسنة، قالوا والصوف يا رسول الله، قال بكل شعرة من الصوف حسنة. أن الإنسان هذا الجلد راه في منفعة حتى في الآخرة. حوسوا نوصلوا للشعب والمواطنين، نوصلوا لهم بلي هذه العملية هي فيها زوج، عملية اقتصادية وعملية تاع البيئة. مبادرة من شأنها القضاء على الرمي العشوائي للجلود والقمامات وإنعاش صناعة الجلود. وتزامنا وعيد الأضحى المبارك، أكثر من 1700 شرطي يسهرون بمطار هوري بومدين الدولي على تأمين المسافرين وتسهيل إجراءات الاستقبال. أسيا بن خالد. بسرعة ومرونة استقبلت مصالح شرطة الحدود المسافرين القادمين من خارج الوطن، وذلك من خلال اعتماد إجراءات مهمة. نستبدل عملية التفتيش اليدوي بوسائل تقنية على غرار مراقبة بكاميرات الحماية. نسعى كذلك إلى التفتيش الصارم أو اتخاذ إجراءات أمنية صارمة على مستوى طول مسلك المسافرين، تكثيف الدوريات على مستوى
أماكن ركن السيارات بالمطارات. بالنسبة للإجراءات الشرطية أو بالنسبة للمراقبة الحدودية وهي الإجراءات التسهيلية، نستغل جميع شبابيك المراقبة الحدودية لحد أقصى وندعمها بأعداد إضافية من الشرطيين. إجراءات خففت الضغط وأرست راحة واستحسانا في نفسية المسافرين. J'espère que ça va continuer en fait, c'est pas uniquement pour l'Eid, que les choses restent comme ça et que tout le monde soit content, que les choses se fassent rapidement, le plus rapidement possible. Oui, c'est rapide, il n'y a pas de problème, tout le monde est gentil. Franchement, on y est à l'écoute, c'est magnifique. Ça nous donne envie de revenir chez nous. Ben, on vient de Paris, on vient passer la fête avec la famille. Ça s'est très bien passé, c'était très rapide, hein. Donc pour le moment tout va bien. Masha'Allah, formidable, c'est pas comme avant, tout est passé vite. Alhamdulillah, wa'adkoum barouk. تشكيلة أمنية وزعت أيضا في الحدود الخارجية لضمان السير الحسن والسلس لمرتدي المطار الدولي والداخلي من كل نوافذه. استعدادا للموسم التكويني المقبل، تفقد وزير التكوين والتعليم المهنيين جاهزية هياكل القطاع ورزنامته بولاية البليدة التي تتوفر على 7600 منصب تكويني. رامي عمر. مسار التعليم المهني المنبثق عن إصلاح المنظومة التربوية والذي يخص تلاميذ السنة الأولى ثانوي المعاد توجيههم يتدعم بعشر تخصصات جديدة مواكبة لسوق الشغل تضمن لهم إدماجا بشهادة كفاءة مهنية. منذ جويلية 2017 كاين دبلومات جديدة مرحلتين، المرحلة الأولى ثلاث سنين موازي مع تحضير البكالوريا، ديبلوم يسمو لو دي او بي ان، ديبلوم دو لانسينيمون بروفيسيونيل اللي هو سي ليكيفالون دو بكالوريا. وبتوقيع اتفاقية تجمع مديريتي التكوين والسكن في المعهد الجديد المفتتح رسميا اليوم ببوفاريك، يتصدر اختصاص تقنية التعمير رغبات الشباب في البليدة المتطلعين للاندماج في مشاريع إنجاز السكنات المتوسعة. لابد لنا يكون شراكة مع هذا المحيط الاقتصادي حتى نشارك المؤسسات الاقتصادية حتى في تحديد المواضيع، في تحديد البرامج، في تحديد المناهج حتى نستجيب إلى طلب تاعها. وفي هذا السياق فقد أعلن عن إطلاق فرع الامتياز في مجال الصناعات والتحويلات البلاستيكية بالبليدة بالتعاون مع نادي المقاولين والصناعيين للمتيجة على مستوى المعهد التعليمي المهني لابن مراد. نظرا لتكرار حالات الإصابة بالالتهابات الحادة في الأمعاء والمعدة بين ولايتي البويرة والبليدة، نظمت ندوة تحسيسية بالمعهد الوطني للصحة العمومية لتؤكد ضرورة توخي الحذر والالتزام بمجموعة من التدابير. إنس بترا. أزيد من 30 حالة يتم التكفل بها بعد إصابتها بالالتهاب الحاد للمعدة والأمعاء بين وقاية وتحاليل لتفادي أي مضاعفات خطيرة على صحة المواطنين. عائلة في بويرة، عائلة في بليدة، وعائلة واحدة أخرى في واد العلايق، كاين 9 حالات. قلت المجموع هي 35 حالة أنا مسجلناها في 3 عائلات. احنا نقولوا باللي الحالات هذه راهي تكون في لي فريوي ولا لي ليغيم، وحنا ما استبعدناش تكون حالات تاع كوليرا، وواحد عطيناهم دواء كما الدواء تاع الكوليرا، والحمد لله والمرضى راهم في حاله جيده. غير ان الجهات الوصيه تثبت عدم تسبب مياه الشروب في مثل هذه الحالات، وتلزم اتخاذ تدابير وقائيه لتجنب ظهور حالات جديده. ولهذا عملنا التحاليل هنا تاع المحيط بما يخص المياه، بما يخص الاكل اللي تناولوه. الى يومنا هذا يعني التحاليل تاع المياه ما عطاتش يعني تحليل دقيق عن الجرثوم اللي سبب هذا المرض. حفظ الاغذيه في درجه حراره ضروريه، ونخص بالذكر في الثلاجه. وأيضا لا ننسى أن نستعمل المواد المضمونة، معناها لم تنتهي تاريخ صلاحيتها، واستعمال الماء النظيف. وفي حالة الشعور بهذه الأعراض، الأخصائيون يؤكدون على ضرورة التوجه إلى أقرب مراكز صحية مع تناول كمية كبيرة من الماء.
في موضوع آخر، أكد وكيل الجمهورية المساعد الأول لدى محكمة وهران حمزة تبوب توقيف شخصين في قضية مقتل الطفلة زحاف سلسبيل والتي عثر على جثتها ليلة السبت إلى الأحد بحي الشهداء شرق مدينة وهران. طاهر بالعيدونية. وهران تحت الصدمة بعد الجريمة الشنعاء التي ارتكبت بحق الطفلة سلسبيل، سخط وغضب شعبي ودعوة للحد من انتشار هذه الظاهرة. وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران ثمن مجهود مصالح الأمن في الكشف عن خيوط الجريمة وتوقيف الجاني في ظرف قياسي. وبناء على تحريات المصلحة في قضية الحال، تم توقيف شخص يدعى خاء عين، يبلغ من العمر 18 سنة والمقيم بجوار الضحية، وذلك حوالي الساعة 7:30 مساء. وبعد تحقيق المعمق معه أقر باقترافه لجرم قتل الضحية، وصرح أنه قام بإخفاء جثتها داخل كيس بلاستيكي، كما أنه وبتاريخ اليوم وفي حدود الساعة 1 صباحا تم توقيف مشتبه فيه آخر يتعلق الأمر بالمدعو شين ميم، والذي ساعد المشتبه فيه الرئيسي في نقل جثة الضحية على متن مركبة من نوع شانا. وتبقى الدعوات ملحة في حماية أطفالنا من المجرمين. وفي إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود وإثر دورية على الشريط الحدودي ببرج باج مختار، كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ظهر اليوم مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على قاذف صاروخي من نوع RPG-7، مسدسين رشاشين من نوع كلاشينكوف، بندقية نصف آلية من نوع سيمينوف، 50 كيلوغراما من المواد الكيميائية المستعملة في إعداد المتفجرات، بالإضافة إلى كمية معتبرة من الذخيرة من مختلف العيارات. تأتي هذه النتائج المحققة ميدانيا لتؤكد مرة أخرى جاهزية واستعداد وحدات الجيش الوطني الشعبي في تأمين حدودنا وشل كل محاولات المساس بأمن وسلامة التراب الوطني. وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة وبفضل استغلال المعلومات، أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي يوم أمس بأدبداب بولاية إليزي 4 مجرمين وضبطت مسدسا رشاشا من نوع كلاشينكوف ومسدسا آليا ونظارة ميدان، بالإضافة إلى كمية من الذخيرة وأسلحة بيضاء. في سياق متصل أوقف عناصر الدرك الوطني إثر عمليات متفرقة شخصين بحوزتهما سلاحان تقليدي الصنع بباتنا، كما تم حجز 180 قنطارا من المواد الغذائية وأكثر من 500 وحدة من مختلف المشروبات بكل من معسكر وسيدي بالعباس. من جهة أخرى ضبط حرس السواحل بالقلة غطاسين 2 بدون رخصة وحجزوا معدة غطس، فيما تم توقيف 6 مهاجرين بطريقة غير شرعية بكل من العامة وتلمسان. إلى أجواء الصيف، حيث فتح بتيبازا فضاء للتسلية والترفيه عزز من الهياكل السياحية الموجودة والتي تستقطب العائلات للراحة والاستجمام. إسماعيل بوتيمان. فضاء جديد يضاف إلى فضاءات النزهة والترفيه مجهز بكل وسائل الراحة، سيمكن العائلات والأطفال من الابتعاد عن ضوضاء المدينة. وتعودنا احنا بجمال الطبيعة، تعودنا بالمدينة اللي كبرت وضيقت علينا، وما كاش عندنا فضاء كما هدايا، كان ميناء برك وضيق، عندنا سواح كتير يجوا لتيبازا بيان سور، يجوا من كل الولايات، واليوم هذا مفخرة لنا. في 6 أشهر تنجز هذا المشروع، ماهوش بالسهل، وإن شاء الله يقعد فوق راسنا ويزيد لنا كفضاءات راحة لهذو لجان هذو والعائلات باش يجوا يروحوا خاصة في فصل الصيف. فضاء الراحة الجديد سيحتضن كل التظاهرات الثقافية التي ستقام مستقبلا بالولاية. كان قام أحد المستثمرين وقدمها يعني كهيبة لولاية تيبازا، ومشكور بمساهمة طبعا المؤسسة الولائية للمساحة الخضراء والإنارة العمومية، وكذلك المؤسسة الولائية لمراكز الردم، ساهموا إلى جانب بلدية تيبازا اللي ساهموا في إنجاز هذا التحفة كما راكم تشوفوا. ويبقى واجب المواطنين وكل الوافدين لمثل هذه الأماكن المحافظة على هذه الفضاءات الجميلة.
واختتاما للقافلة الفنية التي بادر بها الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. أحيى البارحة الفنان الجيرينو بساحة رياض الفتح حفلا ساهرا أمتع الجمهور. محمد بوتومية. حفل اختتام فعاليات القافلة الفنية لنفرح جزائريا بدأه الفنان جام، وبطريقة التبادل تفاعل الشباب مع أغانيه. مجد حاج إبراهيم أعاد أغاني العم خالد وشاركته في ذلك أكثر من فئة عمرية. ليختتم الجيرينو أيام المهرجان بأروع أغانيه والتي معها تضاعفت أعداد الحاضرين. فنيا دائما أحيا المطرب القبائلي تكفر ناس ليلة أمس بأقاسبي بجاية حفلا فنيا قدم خلاله باقة من أغانيه المميزة. عبد الوهاب تفتيس. لا يختلف ظهوره أمام جمهوره ومحبيه، تكفر ناس أبدع وأمتع بأوقاس في حفل زينه بباقة تترجم أكثر من 40 سنة من العطاء. C'est magnifique. Je peux pas qualifier, je me rade, je peux pas trouver de mots pour ce qu'on a vécu là maintenant. Il fallait voir. Et c'était filmé. C'est bien, c'était filmé. Non, 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 il faut être sur place. La chaleur humaine. Il y a un hamou. Tu vas m'éliter. Un petit drohan. Swata, sata, sata. هذا الحفل الفني الخيري نظم لاقتناء أجهزة طبية لمستشفى بجاية فكان حافزا لأداء أكثر تميزا. سنقالات سوليداريتي الفرح شوف هذا ترنوف وين ريذا وين يسداوي يرنس الفرح يروح يعني يروح عند الغاشي سالفرحة كنا ذا وين ولا شوي قيفنا إن أكسيون أمثاقية هذه اليوم مسكين يهلك يروح سفوذ يغلي سفوذ هو إذا ستخميم مكاس ديف الدواء مكاراتي ذاوي. جمهور أوقاس لعب دوره فتجوب مع تكفر ناس الذي لمع نجمه مرة أخرى. بالأغنية القبيلية نطوي أوراق الثامنة إليكم تذكيرا بالعناوين. رئيس الجمهورية يؤكد أن الذكرى المزدوجة لهجمات الشمال القسنطيني ومؤتمر صمام محطة تاريخية مشرقة في مسار ثورة نوفمبر المجيدة في رسالة بمناسبة اليوم الوطني للمجاهد. رئيس الجمهورية يدعو إلى رص الصفوف من أجل محاربة الفساد والتصدي للمناورات السياسوية وبناء جبهة شعبية قوية لضمان استقرار الجزائر. وفي ذكرى رئيس الجمهورية يكرم من قبل المجتمع المدني والمجاهدين واحتفالات ونشاطات عبر كامل التراب الوطني ميزتها تظاهرات ثقافية ورياضية ومعارض تاريخية وتوزيع آلاف المساكن من مختلف السياق. عشية عيد الأضحى وزارة التجارة تسخر آلاف التجار لضمان المداومة
للتموين المنتظم للمواطنين بالمنتجات وإجراءات ردعية ضد المخالفين. في الختام عناويننا تبقى في الخدمة. شكرا على المتابعة، لكم منا أجمل التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك. كل عام وأنتم بألف خير.